تعادل بطعم الهزيمة سجله اليوم فريق ملعين مليلة أمام متصدر البطولة اتحاد الجزائر في مباراة دون المستوى. البداية كانت للأمل الذي وصل إلى شباك الحارس منصوري، لكن من وضعية تسلل يقول الحكم المساعد. أما العمليلة يوصل الضغط وتسديدة بيطام يخرجها المدافع من على خط المرمى. رد فعل الاتحاد جاء في الدقيقة 27 من كرة ثابتة وتسديدة شريفي بعيدة كل البعد عن مرمى بوفناش. آخر محاولة كانت كرة محيوس التي اصطدمت بالجدار وعناصر الأمل طالبوا بركلة جزاء هنا. نهاية المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لم نشاهد فيها الكثير، محاولتين لصالح الاتحاد، الأولى عن طريق حمية الذي لم يستغل هذه الكرة كما ينبغي، والثانية تلقى خلالها الحارس بوفناش البطاقة الحمراء بعد أن أخرج الكرة بيده خارج منطقة العمليات. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي 0 لمثله.